طيب هنعمل مع بعض دلوقتي معجنات تانية. معجنات دي بالصلصة شكلها حلو كده، دي تنفع برضو تروح المدرسة زي السندوتشات كده او ايه، او الشغل او البيت زي ما انتوا عايزين. دي عبارة عن نص كيلو من الدقيق، انا هحشيها جبنة، نص كيلو من الدقيق عليه نص حوالي نص كوباية صلصة اللي هم 3 معالق كبار، ماشي. هحشيها جبنة بيضة عليها شوية ايه بقدونس مفرومين. هنعمل 3 كوبايات دقيق، نص كوباية من الزيت، 3 معالق كبار من الصلصة اللي هم حوالي نص كوباية من الصلصة برضه اللي هم 3 معالق كبار، 3 معالق لبن بودرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، عندنا فانيليا، وعندنا حبة البركة برضو 3 معالق أو معلقتين كبار جوه العجين. يدوي بقى أهو، يدوي هعمل إيه؟ يا أختي تعال تعال. نص كوباية الزيت لزقت. نص كوباية الزيت، معلقة سكر، 3 معالق صلصة، معلقة خميرة كبيرة، تمام كده، خليهم مع بعض مع شوية مية، يعني قولي كده قولي نص كوباية الأول، نص كوباية مية كده عشان أسهل على نفسي العجين. هاخد هنا عندي الدقيق 3 كوبايات دقيق عليهم 3 معالق لبن بودرة أو لأ مش مهم لو ما عندكيش، وهحط عليهم شوية كتير من حبة البركة، وهحط عليهم الايه معلقة من بيكنج باودر، واروح مقلبة ده كله كده مع بعضه، يعني النواشف مع النواشف والسوايل مع السوايل. هقول تاني هنا في ايه، هنا في نص كوباية من الزيت، 3 معالق كبار من الصلصة، ايه تاني، معلقة الخميرة الكبيرة، معلقة السكر الكبيرة، حوالي نص كوباية من المية أو زيادة شوية. حطيت هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم اللبن البودرة، عليهم اللبن البودرة 3 معالق، وعليهم حبة البركة حوالي 2 معلقة كبار، وعليهم رشة الملح والإيه كمان والبيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وأقلب ده كله مع بعضه. شوف بس الحاجات دي هعمل عجينة. عندي بقى جبنة بيضة، أي نوع جبنة بيضة، جبنة قريش، جبنة فيتا، جبنة تلاجة، جبنة اسطنبولي، أي نوع جبنة بيضة أنت بتحبيها. شوية مية، أزود المية بقى عشان أعجن، هزود بس كده معلقة دقيق هنا عشان ألم بيهم العجينة أهي، بس كده اجي بقى افردها واقطعها بالقطاعه وهوريكي هعمل فيها ايه. قولي عايز ايه، انا هحشيها جبنه وايه وجبنه و جبنه و يعني عايزه جبنه وفلفل ماشي، جبنه وطماطم ماشي، جبنه وبقدونس ماشي، انا هحط لها جبنه وبقدونس، حطيت جبنه كده تمام وعليها شويه بقدونس. بص بقى كده، ادي كده العجينه دي كده بالشكل ده، بص باخد ميه بس كده على الحروف، ثواني كده على الحروف كده عشان تلزق معايا حلو وتعمل الشكل اللي انا عايزاه ما تفكش. اخد الجنبين، اخد الجنبين كده واروح ايه ضغط عليهم حلو كده، الميه بقى هتعملهم زي السمغ كده بالشكل ده، الجنبين كده واضغط حلو كده ماشي اهي بالشكل ده، وما سيبهاش تخمر كتير، اول ما خلص دخلها الفرن على طول تمام. كل الكمية هعملها بالطريقة دي كده، والمية عشان ايه تمسك لي العجينة ببعضها. دي بقى حلوة جدا، احط على وشها لبن بودرة بقى زي ما احنا متعودين بالمية كده عشان تلمع وخلاص، بس كده.